نتابع مشاهدينا مع فقرة هلأ وقتها ولين مصري لنعرف أكثر عن سوق ليلى يلي أسسته مع مجموعة من الشباب بالبقاع الغربي ليمتد لكل المناطق يلي بتستعمل مونة منزلية ليدعموا هيدا الشيء. صباح الخير لين. صباح النور. كيفك؟ ماشي الحال؟ خبرينا شوي. حلوة هيدي المبادرة، واليوم نعرف أنه في كتير سيدات يعني بكل لبنان نحن أمياتنا وبهيك بيشتغلوا هيدا النوع من المونة ليبيعوه بهلا بهيدا الوقت للشتويه. مزبوط. خبرينا كيف طلعتوا بهيدي الفكره؟ اول شيء نحن كنا مقدمين على نوع من برنامج يعني هو للتنميه الاجتماعيه، اسم البرنامج هو ARED او ARED اللي هو Action for Rural Economic Development. كان في عندنا نحن يعني نحن كنا سلسله شباب وصبايا وستات كبار بالعمر ورجال، كنا على اساس انه كل حدا منا بيقدم مشروع على شرط انه يندرج على سلسله القيمه الزراعيه، الى ان يعني بتخلصي انت دورات برياده الاعمال، المشروع يلي بيلاقي اكثر شيء يعني اقبال يعني من المنطقه يلي نحن متواجدين فيها بيحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي. سو نحن كنا انا كنت حدا يعني تقريبا انه كثير صغير بالنسبه للمشروع يلي كنت عم اقدمه، بس رحت فيه للاخر يعني قررت انه خلص انه بدنا نكفي فيه لانه نحن بمنطقه بعلبك الهرمل يعني شوي تفتقر لهيك نوع من نشاطات. وفي اختي يعني هي اللي اقترحت اولا الفكره لانه ساعدت انه كانت قبل تشارك بكثير معارض وهيك ببيروت، سؤالت ليش ما نحن بننقل نفس الكونسبت على بعلبك الهرمل. حلبة الاكل كثير طيب. صح مزبوط. وفوق بتعرفي يعني انت انه المونه يعني هن الاساس بالمونه البعلبكيه والبلديه. سو بلشنا المشروع، بلشنا اول شيء دراسه عن كل شيء لازم انه نكون يعني عم نطبقه ونعمله. بعدين فت معنا عدد من العارضين كانوا يعني تقريبا عندنا نحن بالسوق اكثر من 20 عارض من يعني عارض وعارضه من مختلف المناطق اللي بقى على الشمال، وكلهم بيقدموا يعني مونه مش بس مونه بلديه يعني كشك ومكدوس يعني هو المتعارف عليهم، كانوا عم بيقدموا اصناف جديده كانت يعني الجمهور كله يعني اشياء غريبة يعني بالاكل هن متفننين فيها وعارضين. حلو. اضافه الى الحرف اليدويه اللي كانت عم تتقدم، يعني بس تفوتي على المعرض في تنوع كثير كبير من الصور هيك بس لين من احنا والمشاهدين هون عن السوق ليلى. صح. هيدا المعرض هو امبارح صار براس بعلبك، بس يعني هيك تذكير انه المعرض هو متنقل، نحن الهدف منه كان انه نعمل يوم واحد بالاسبوع بس كل جمعتين تقريبا نكون بمنطقه، يعني نبرم البقاع الشمالي كله. حلو. لحتى اي حدا يعني انه تسمح له الفرصه انه هو يشارك، يعني بدل ما هو يجي لعنا ويتكلف نحن بنروح على ديان وبنعمل المعرض. حلو. عم نشوف الصور اللي عم يقطعوا معنا. صح. هون من المعرض. صحيح. في كمان هيك اغاني وعود. صح مزبوط. يعني امبارح كنا اخذين شوي اكثر يعني طابع هيك مثل انه مهرجان لانه كان تقريبا انه خلص اند اوف سيزون، يعني كنا مثل احتفال بمناسبه انتهاء موسم الصيف، وان شاء الله يعني بلكن على كريسمس سيزون حنكون بالقاع، نيكست ويك حنكون بالفاكهه كمان بالبقاع الشمالي وهيك يعني عم نجرب. قد ايه مهم هيدا الشيء اليوم اللي عم تعملوه لانه انتم مش بس يعني عم تعرضوا المونة اللبنانية بطريقة كتير حلوة، بس كمان عم تشجع السيدات يعني ستات البيوت إذا فينا نقول يلي عادة هي بتعمل المونة لإلها، يمكن أنه اليوم تقدر تبيع وتقدر تطلع مصاري لأنه بنعرف نحن أنه هيدي الشتوية مثل كل الشتويات اللي كنا عم نقطع فيهم قبل كانوا كتير صعبين. قدي مهمة هيدي للحركة الاقتصادية كمان بمنطقة. هلأ نحن كان معنا يعني من العرضات يلي مشاركين معنا هن ستات كبار بالعمر. أنا كنت حابة أنه سلط الضوء على هول الأشخاص بالذات لأنه بتعرفي أنت أنه نحن كشباب بنعرف نعمل بوستينج تو بروموت على سوشيال ميديا، هيك هن شوي أنه ما رح يعرفوا يعملوا هيدا الشيء، فنحن خلقنا لهم مساحة أنه هن يجوا يعرضوا المنتجات يلي بدهم إياها، حتى أنه فيهم ساعتها أنه يكونوا عم بيوفروا أجار المحل يلي بدهم يستأجروا أو الرفوف اللي بالسوبر ماركت، يعني نحن عم ناخذ منهم أجار هيدا الطاولة، يعني شيء رمزي كثير، والربح بيكون 100% لهم، نحن ما بنقاسم حدا على الربح. والأهداف الأساسية كانت
من المشروع هي تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الريفي ودعم الانتاج المحلي. هذا كان أهم شيء يعني نحن أنه نقدر نوصله يعني لكل لبنان، وإن شاء الله يعني مع الوقت أنه نحن بعد نطلع من بعلبك ونكون بكل لبنان. أكيد. إن شاء الله. حلو هيدا الشيء، حلو كمان كتير أنه تنقلوا المونة البعلبكية والبقاع على بيروت كمان، لأنه بتخيل أنه نحن كل منطقة قدي نحن أكلنا بيشبه بعضه، بس كل منطقة عندها طريقة معينة بتعمل فيها الأكل. لا صحيح. يعني وهيدا الشيء من حضارتنا. قدي اليوم هيدا الشيء عم بعزز كمان السياحة الداخلية بالبقاع، يعني اليوم يمكن بالمناطق المجاورة عم تجي تتسلى تتمشى تشتري من هذا المعرض. مزبوط. هلأ نحن المعرض الفكرة كمان منه أنه نحن من الأساس كنا يعني بالدراسة اللي نحن عملناها عن المعرض كنا قايلين أنه نحن بلكن كل ما نكون بمنطقة يكون عم بفوت برودكتس جداد، حتى أنه المنطقة اللي نحن رح نكون فيها خلي إلى ستاند هو يعرف عنا. سو هيك السواح أو أي حدا جديد رح يفوت كفيزيتر على المعرض يكون دائما عم بيشوف أشياء جديدة، يعني هن مش نفس العارضين نفس البرودكت عم نبرم فيهم، فدايما في يعني كل ضيعه نحن عم نكون فيها عم بيكون لها تاتش خاصه فيها. اوكي، وشو المشاريع هيك اللي على بالك، يعني وين على بالك توصلي لين بهيدا الشيء؟ قد ايه على بالك تكبري اليوم؟ قد ايه يمكن على بالك تخلقي حتى فرص عمل؟ يعني انا دايما بفكر انه السيدات اللي بلبنان يعني نحن كلهم بيعرفوا يطبخوا، كلهم عندهم اكل كثير طيب. صح. قد ايه ممكن اذا بنشغل كل هدول الناس ل ل ل ونعمل لهم البرودكت تبعهم ويبيعون قد ايه نحن بنستفيد وهن بيستفيدوا كمان؟ صح مزبوط. هلا الليمونه يلي كنا نحن انه عم نعرضهم وهيك بتحسي مثلا مثل في حدا بيعمل الورق عريش مثلا بلبنه، نحن بنعرف انه الورق عنب هو برز بلحمه بكذا، يعني الشيء التراديشنال نحن بنعرفه، هن كسروا هيدا الشيء وجربوا انه يقدموا اصناف جديده، حتى انه فاتوا بتحدي يعني كرامت انه يقدموا اصناف جديده. هيدا شيء كثير حلو، كثير حلو انه بكل لبنان نحن نكون عم نبرم يعني مع هول الستات ومع هول البرودكتس الجداد، انه نكون عم نفرجي كل العالم على نحن شو بنقدر نعمل، بلكن لبعدين نقدر نفتح اسواق خارجيه، يعني نكون نحن عم نصدر لبرا لبنان من خلال هيدا السوق. في هيدا الفكره. في هيدا الفكره. ايه حلو، تكونوا عم بتصدروا الاكل اللبناني للاسواق الخارجيه. بيجيكم طلبات يعني؟ صح. هلا مثلا بيجي في عالم بتتصل فيك بتقول لك انه ليش ما مثلا ما تطلعوا؟ بنعرف قد ايه الجاليه اللبنانيه كمان يعني عددها كثير كبير. مزبوط. هلا في مشروع انه نحن هلا بس نبلش يعني بلكن بالبلاد الاقليميه شوي يعني او بالبلاد العربيه انه نحن المجاوره 100% لحتى نكون متواجدين فيها، يعني هذا شيء كمان بحس انه كثير مهم. بس هلا لانه نحن بعدنا شوي انه مبلشين جديد، يعني نحن افتتحنا ب 3 سبتمبر يعني 3 ايلول اول ايلول تقريبا، وان شاء الله يعني بلكن لبعدين بس كريسمس سيزون وهيك نكون خلص طلعنا من الكومفورت زون تاعتنا انه من بعلبك وصرنا بكل لبنان، وبعدين ان شاء الله بننتقل لبرا. ان شاء الله بتستاهلي. يعني هلا خبرينا شوي هلا شو هن الخطوات اللي حتقوموا فيهم؟ هلا انتم موجودين باي منطقه؟ براس بعلبك. اوكي. نيكست ويك اذا الله راد رح نكون متواجدين بالفاكهه، اللي بعدها رح نكون بالقاع، بعدين ببعلبك بنفس بعلبك. يعني كمان ببعلبك بتعرف انه هي مدينه، يعني بطلت بس انه هيك قريه صغيره والعدد السكان حيكون انه محدود، هونيك في سواح في كذا، سو كمان العارضين رح يكون عندهم اوبورتونيتي اكبر انه هن يبيعوا ويعرفوا العالم عن البرودكت اللي لهم. يعني انا بالاول دائما كنت اقول للعارضين انه انتم ما تخلوا بس انه عندكم هدف انه بس البيع، يعني هي بالنهايه هذا السوق هو مثل ماركتينج، كل واحد بيسوق لحاله بالبرودكتس اللي عندهم اياها، وبعدين يعني ما بنعرف وين ممكن انه تفتح الفرص، يعني كل حدا منهم انه ممكن تفتح بوجهه ويقدر يعني يصرف يعمل بضاعه اكثر ويصرفها. انا بدي اتشكر وجودك معنا لينا مصري، وبدي اتمنى لك كل التوفيق. حلوين هالمبادرات اللي عم تعمليهم، هالمبادره الحلوه، على امل انه دائما نحن اللبنانيين بنعرف كيف نساعد بعضنا وكيف نعمل يمكن هيدي الدوره الاقتصاديه نتركها عم تمشي شوي لكل العالم اللي مش قادرة انه تسوق اغراضها اليوم بطريقة او باخرى. عم تقدموا لهم انتم هيدا الشيء، برافو، نفتخر فيك. شكرا كثير.